الشرطة النمساوية تقتل مسلحا في فيينا هاجمهم ببندقية روسية. حزب الشعب يرفع دعوتي إساءة واستخدام السلطة ضد وزيرة البيئة. المفوضية الأوروبية تنتقد سياسة النمسا الضريبية والاعتماد على الغاز الروسي. منظمات دولية في النمسا تدعو لتوفير فرص في سوق العمل للاجئين. ووزاره الصحه تلزم شركات الادويه تخزين الادويه لاربعه اشهر. واخيرا النمسا تشهد اكتمال اكبر محطه طاقه شمسيه بقدره 118 ميجا وات. مشاهدينا الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشره الاخبار لهذا اليوم الى تفاصيل النشره. قتلت الشرطة النمساوية رجلا مسلحا ببندقية أكا 47 الروسية وذلك بعد أن هدد الناس بالشارع في فيينا بواسطة سكين ثم عاد إلى منزله وتحصن به. وكان الرجل يحمل سلاحا طويلا واشتبه في وجود متفجرات بشقته مما استدعى إجلاء السكان المجاورين له ولذلك أطلقت الشرطة النار على الرجل بعد أن حاول استهداف الشرطة وتبين أن البندقية نسخة مقلدة من آكا 47 الروسية ولم يعصر ولم تعثر الشرطة على أي متفجرات وبدأت الإدارة الجنائية تحقيقاتها فيما تظل الدوافع وهوية الرجل غير معروفة رغم الاعتقاد بأنه نمساوي يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما قدم حزب الشعب النمساوي دعوة ضد وزيرة البيئة لينورا جيفيسلر من حزب الخضر بتهمة إساءة استخدام السلطة ويتهم حزب الشعب جيفيسلر باستخدام صلاحياتها بشكل مسيء عن عمد من خلال موافقاتها على لائحة إعادة تأهيل الطبيعة في الاتحاد الأوروبي دون توافق مع الولايات ووزاره الزراعه التي يقودها حزب الشعب ورغم تداعيات الموافقه على استمرار الحكومه قرر المستشار كارل هاما عدم انهاء الائتلاف وسيقدم حزب الشعب طعنا بالبطلان امام محكمه العدل الاوروبيه ودعوه اساءه استخدام السلطه الى النيابه العامه في فيينا. بدأت المفوضيه الاوروبيه اجراءات عقابيه ضد سبع دول بالاتحاد الاوروبي بما في ذلك فرنسا وايطاليا بسبب ارتفاع الديون الجديده حيث اعلنت الهيئه المسؤوله ان هذه الدول تعاني من عجز مفرط. كما انتقدت المفوضيه النمسا أن لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي واصرت على تسريع تطوير الطاقه المتجدده. وأوضحت التوصيات أن عدم وجود استراتيجية واضحة لفصل الغاز الروسي يجعل إمدادات الطاقة في النمسا عرضة للخطر كما تم انتقاد النظام الدربي في النمسا باعتباره نظاما معقدا من التحويلات بين السلطات الفيدرالية والإقليمية في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، طالبت المنظمات غير الحكومية في النمسا بتوفير فرص عمل للاجئين، مشيرة إلى أنه وفقا للأمم المتحدة يوجد 120 مليون شخص نازح حاليا. ودعت منظمات الاغاثه كاريتاس ودياكوني الى زياده فرص العمل المتاحه حيث اكد اسقف كارتنر جوزيف ماركتيز على اهميه مبادرات التكامل مشيرا الى ان العمل يعتبر افضل طريقه لاكتساب اللغه والثقافه المحليه وطالبت مديره دياكوني ماريا كاتارينا موزر باصلاح جذري لسياسه الاندماج مشددة على ضرورة إعداد خطط عمل محددة لدمج اللاجئين في سوق العمل بسرعة وبفاعلية. أعلنت الحكومة النمساوية عن إلزام شركات الأدوية بزيادة مخزونها من الأدوية الحيوية لضمان توفرها خلال فصل الشتاء، بما في ذلك الأدوية لعلاج البرد والتهابات الرئة. ويشمل القرار تخزين ما يكفي من 700 دواء اساسي لاربعه اشهر ويهدف لمنع نقص الادويه خلال الفتره الحرجه وقد تمت الموافقه على القرار من قبل المفوضيه الاوروبيه بينما اعرب اتحاد شركات الادويه عن تحفظاته بشان الفاعليه الكامله للقرار في تحقيق هذا الهدف وتسعى الحكومه الى حل اوروبي لضمان توفير الادويه على مستوى الاتحاد الاوروبي. تنضم محطة نيكلس دورف في برجلاند إلى العمل كأكبر محطة للطاقة الشمسية في النمسا بقدرة 118 ميجا وات ويخضع القسم الثاني لجنوب دورف حاليا للتشغيل التجريبي ومن المتوقع دخولها الخدمه بالكامل قريبا حيث بدأ القسم الأول نيكلس دورف الشمال العمل بقدرة 42 ميجا وات في 2023، والقسم الثاني بقدرة 76 ميجا المحطة الهجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والرياح، مما يعزز كفاءة استخدام شبكة الربط الكهربائية، وتمثل هذه المحطة خطوة جديدة نحو تحقيق الحياد الكربوني للنمسا بحلول عام 2040 كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة أمسية سعيدة وإلى اللقاء